طيب اي سيدي اتفضل. عليكم السلامة. أعطينا في ملو لين سورة مريم. ابدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امشي. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. نعم. ولم أكن بدعائك رب شقيا. صحيح. وإني خفت الموالي من وراء. مش من وراء، من وراء. الإدغام مع الغنة مش إدغام فقط. وإني خفت الموالي من وراء. من وراء، من وراء، مش من وراء. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صحيح. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. نعم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كيف يعطيك الصحة. شكرا بارك الله فيك سيدي. تفضل يا معين يا الله. مرحبا. أي سيدي واصل الآية التي بعدها. من أظهر النون هنا بعدها حرف الهمزة. فاتخذت من دونهم إخفاء النون مع الغنة. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ إني قالون يقرب إضافة إني قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن تتقيا. قال إنما ممدودة ذيك. أنا هي لما هيش ممدودة. قال إنما أنا رسولك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك. امشي سرح. لأهب لك غلاما
أعودها حتى أجيبها بالصحيح. قال إنما أنا رسول، أنا رسول، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صحيح. قالت أنى يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية. مد الهاء من دودة. ولنجعله آية، ولنجعله آية. مدها علشان ما نقولش ولنجعله آية، قول ولنجعله آية. هو آهو تم واو صغيرة بعدها. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت مكانا به، فحملته فانتبذت منه، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من مت عاد فناداها الها بعد فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. صحيح. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم قد جئت قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني رسولا نبيا. صحيح. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا أراد إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كافي بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحة. نعم سنردي إليه تفضل. شكرا. بسم الله. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أبصر بهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. فيش مد ما وقرنا عاد قلنا فيش مد هذه لئن لم تنتهي لأرجمنك. عيدها. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. عاود هيا لئن لم تنتهي لأرجمنك. واهجرني مليا. مد يا سيدي نور الدين. واهجرني مليا. صحيح. قال صحيح. قال سلام عليك. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر صحيح اللي بعد. واذكر في الكتاب شكون؟ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان صادقا وكان رسولا نبيا. امشي. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. واذكر ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. نعم. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا. واذكر في كتابه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان
عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا. شكرا، بارك الله فيك سيدنا الدين. مزيد من التكرار دبك خاصة جديد ديما تكون ثم معاهدة للجديد. اي نعم يتفلت راه الجديد ديما ماذا بيك ديما يومين تكرروا. اي نعم تفضل هنا لطفي. اي نعم أولئك الذين امشي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من عبادنا ما أخطأش المدود من عبادنا كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا. لسوف إيش؟ ويقول عاود اي ركز إذا هكذا هو التسهيل إذا افصح صحيح. اولا يذكر الانسان ان خلق ان شو ان خلق عشت عمل الاخطاء هذه ان خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. كيف شكرا بارك الله فيك تفضل سيدي. اي نعم يا معين. هاي سيدي. السلام عليكم. السلام. وكم اهلكنا يا وكم اهلكنا قبلهم من قرن وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا وريا. امشي. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ونرثه حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو بيني وبينك الجاية بتاعتك قمت وشادت التليفون يدل على أن واحد ما هوش محضر مليح.
اها اي نعم ظهر لكم اللي كملتوا حفظتوها سكرتوا عليها المصحف خليتوها غادي ها اشتها ضايعة تشفر تملي ها هي ومريم نساوها الأعراف ها ديما جديدة خطر الأغلبية ما يعطيش وقية يقول لك هاوكي كملتوا جديد خليها كيف وهذيك المشكلة كلها غادي جديد يلزم تخدمه خاطر مازال جديد هو جديد يلزم تخدمه هاني جاي هالعراف ما يجبش تهرب عليكم جيد أما مريم تضيع لك هكا ما عادش من بعد صعب عليك الأمر تدخل عليها طه وتدخل عليها سوى اللي بعد أي نعم طيب قولي نجم تقراها ثمن ولا يلا قولي هي ما يهمنيش في الاثنين احنا اعطينا اي لازمها تكون حاضره اوكي هو قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا امشي حتى اذا راوا قل من كان اي في عقل كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو اضعف من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد وجه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ويأتي كلا سنكتب عاود كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقالوا لا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا آلهة ليكونوا عرفوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما هدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ طيب بارك الله فيك، شكرا، أحسن الله إليك. سي عبد العزيز أي تفضل. نعم يا معين يا الله، هاي بسم الله، هاي ثمن الولاد بتاع الأعراف، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزلناه. كتاب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حجر. فلا يكن. خير من كل. أمشي تفصيل. أي نعم. كتاب أنزل، أمشي. أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج مما. في عقب كيف. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما لك ألا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمال وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج منها مذموما مدحورا. هو شخار؟ لا، مذؤوما. مذؤوب بالهمزة. مذؤوما مدحورا. اي نعم. عودها. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. بالهمزة مذؤوما مدحورا. زيد. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
يعطيك الصحة، شكرا بارك الله فيك. أخونا الأسعد تفضل. أي يا معين يا الله اسمه لي بعده. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث فكلا من حيث شئتما. عاود ويا آدم وركز. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما فوسوس في العرف فوسوس لهما الشيطان قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان وطفقا مثنى ربيت المدود غير المعنى وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. كافي بارك الله فيكم الأسعد شكرا. شيخ عبد الحميد تفضل. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعبدون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله الذي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة
حال الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ساعة فيها وقف أفضل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء نعم ولكل أمة أجل أي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين شكرا يا شيخ بارك الله فيك تفضل هاي سيدي مرحبا جيد هذا حضر جيد ممتاز ان شاء الله نعم مرحبا يا سيدي اهلا وسهلا الله يبارك لك بارك الله فيك ربي يكرمك نعم نعم قال ادخلوا في قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار أي. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فزدهم عذاب لا هؤلاء يضلون فآتهم عذاب فآتهم عذابا ضعفا من النار هكيك. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أي نعم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
بنا غالبون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون لا وهم بالآخرة كافرون وين هم كافرون؟ هم زيدا نحن في هود في هود وزيدا يوسف في هش وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي موجودة في يوسف ولا موجودة أي نعم أي زيدا هم أي نعم أي كمل سيدي وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يعطيك الصحة هذه ممتعك ما شاء الله عليك بارك الله فيك سيدي حاضر عايز تفضل بعد باش نرجع للجماعة الآخرين لو حاضرين إن شاء الله شكرا هاي سيدي وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار تلقى أصحاب بالكسرة في الباء وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إيه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله لا ينالهم بالرفع أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله لا ينالهم برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الجنة لا أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة ونادى عاود ربك من الشكل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أغيضوا علينا من الماء يوم أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم يوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أي ولقد جئناهم بكتاب ولقد جئناهم بكتاب على فصلناه ولقد جئناهم عوده ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون عاود ولقد جئناهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
حصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كافي شكرا. مزيد من التكرار والمراجعة. شكرا بارك الله فيك أخونا محمد. تعال شهر رمضان نختموه في المراجعة عنا فيه برشا وقت وراه يا ربي يبارك في الوقت نتاعو. لذلك العلماء الكبار كانوا يقفون على مجالس الفقه والتفسير والعلوم الأخرى ويشتغلون بقراءة القرآن، فمنهم من يختم القرآن في كل ليلة ومنهم من يختم القرآن في كل ليلة ختمة وفي نهار رمضان ختمة كالإمام الشافعي، ختمة في الليل وختمة في النهار. إيه نعم. ومنهم من يختم القرآن في ركعة واحدة صلاة الوتر سيدنا عثمان والإمام الشافعي وغيرهم كفر. فشهر رمضان والله بالتجربة ربي بارك في أوقاته للي يغتنم الأوقات، يعرف كيف يغتنم الأوقات نتاعو إذا يعش وقته فيما لا يعود عليه بالنفع. قداش يجلس وشد تليفون تاع فيسبوك ساعات طوال كلها تتعدى بعد كل والله ما عندناش وقت والله ما لقيناش وقت. ويحب الحصة هذه تحفظه وتراجع له وتعمل ما ينفعش خدمة تقوم بها أنت. أي نعم يغتنم الأوقات ربي يبارك له في الوقت. رمضان هو مدرسة الإنسان يعرف كيف يغتنم فيها الأوقات. أي نعم. تفضل يا شيخ اقرأ. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. أي. جميل. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ممتاز، هكذا هو الحفر، جيد ممتاز، هذا هو اللي نحبه. خونا لسه هكي تبدأ، ما شاء الله عليك. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك ركز. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. بسطة 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 بالصاد. بسطة. فاذكروا المد. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم كيفاش؟ قال قد وقع عليكم رجس وغضب. عاود. وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه في الفلك. لا لا ركز. فأنجيناه والذين آمنوا والذين معه برحمة منا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شكرا بارك الله فيك. خن علي تفضل. احسنت ما شاء الله. تفضل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا به كافرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقتكم بها من أحد من العالمين
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. شكرا يعطيكم الصحة بارك الله فيك جزاك الله كل خير. تفضل يا شيخ تفضل. قاعد بقراش ما شاء الله تقول حاجه اسمه الدين هاي اي سيدي اسم الاولاني نتاع سوره طه بسم الله هاك اللي خذيناه لول طه من اول السوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امشي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى نعم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى نعم فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا لا عاود فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلك صحيح إنك بالوادي المقدس طوى نعم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي
لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ممتاز، بارك الله فيك، شكرا، تلاوة طيبة، أحسن الله إليك. أي مع بعضنا نقرأ ثمن هذا الاثنين ننهي به الحصة إن شاء الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى السلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى سنت. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء جزاكم الله كل خير. إن شاء الله في الحصة القادمة ناخذوا ثمن جديد، تحضروا سورة الكهف والحزب الثاني بتاع سورة الأعراف إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. شكرا.